بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة هل ينظر إلى اختلاف المطالع في ذلك؟ نعم كذلك في صوم يوم عرفة في الثاني وقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة يعمل برؤية المملكة لأنهم تابعين للمملكة الحجاج تابعين للمملكة فاذا ثبت الهلال في المملكه فهم تبع فيقفون مع المسلمين لكن ان كان قصدك ان اللي في الاقطار الاخرى كيف يصومون يوم عرفه هل يصومون على رؤيه المملكه نقول لهم رؤيتهم اذا راوا الهلال يبنون على رؤيتهم ويصومون برؤيتهم نعم